ليو، ما الذي تفعله؟ هذا رائع. توقف، ما الذي ستفعله؟ سأشرحها. هذا لن يحدث أبداً. خرج مع إبريل في رحلة تدريبية. حسناً، إذن علينا تدمير تلك البيضة قبل أن تفقس. فكر فيما سنتعلمه منها. ليو، حسناً، لقد تماديت أكثر من اللازم. حسناً، أظنني سأفعل شيئاً في الغرفة الأخرى. راف، مايكي، هل تأتيان معي؟ إدوكيتور، شكراً للاشتراك. نعم، إنها نعمة بالفعل. أتمنى ألا يراني ليو. ياه، لقد تمادى أكثر مما ظننت. نحن لا نملك بيضة أخرى، علينا معرفة كيف تتطور. حسناً، أظن أنني سأكتفي بالتحديق فيها. حسناً، نفذت المناديل الورقية، وكنت أظن أن ورق تلك المجلة النادرة الناعم قد يفي بالغرض جيداً. فكرة رائعة، حدق من بعيد. هيا يا أخي، تخلى عن البيضة. يا إنها حلقة رائعة يا ليو. يا مايكي، إن ليو يتصرف بغرابة شديدة، صحيح؟ أجل، يبدو أنه متعلق بتلك البيضة. لنسأل سبلينتر ماذا نفعل؟ هذا غير ممكن. أنت لست بخير يا ليو، دعني أساعدك. إذن هذا يكفي، أنا سأدمرها الليلة بنفسي. تعرف ما بداخل البيضة، صح؟ سأساعدك. دبابير. أنت لم تساعده هكذا، لقد أخبرته الإجابة. لو فقست تلك البيضة ستأكلنا. من يريد البيتزا؟ كما يحبها ليو، بالجيلي والأنشوغا والفلفل الحار. ليس قبل أن توضح كلامك هذا. تحرك. أنا لست مستريحاً أبداً لبقاء هذا الشيء معنا. رافائيل،
Thank you.